أستاذنا العزيز الدكتور حسام موافي بنتكلم عن الأنيميا، والدكتور حسام موافي هيقول لنا عن السبب أسباب الأنيميا. بس أسباب الأنيميا، هل الأنيميا درجات ولا هي أنيميا وخلاص؟ لا خلاص درجات. هو أهم حاجة بالنسبة للطبيب إنه يعرف سبب الأنيميا، لو عرف السبب هيعالج صح. تمام. إنما قال دي أنيميا يلا ندي كبسولات حديد وقع في المصيدة يعني. فأسباب الأنيميا هنمثلها تمثيلة كويسة جدا جدا، إن حضرتك هتعمل بسلة، يلا انزل اشتري الحاجة كويس. هتشتري ايه؟ بسلة طبعا. والسبانخة. لا وطماطم. وجزر. وجزر طبعا، بسلة لازم يبقى معاها جزر. وملح. وملح. وفلفل. وفلفل. ولحمة. دي فيها كلام. خلاص. وبصل وتوم. طبعا. أنا جبت 8 حاجات. طب حضرتك ما لقيتش حاجة من دول، تطلع البسلة مسخة يعني، من غير مزبوط. طماطم ملهاش لازمة، من غير جزر ما تنفعش، أو مسخة. عشان أعمل دم عايز 8 حاجات زي البسلة بالظبط. تمام. عايز حديد وبيه 12 وفوليت وبروتين وفيتامين سي، عايز حاجات. طب حاجة نقصت يعني، بس الخلل نقص، طبخة ناقصة. طبخة ناقصة. طيب حضرتك جبت الحاجة دي كلها ورحت البيت، هتعمل بسلة في ايه؟ في الحل. ما لقيتش حل. مفيش برضه. خلاص. يبقى انا كل الحاجة موجودة، بس راح نخاع العظم ملقاهوش. بقيت انيميا تانية. عملنا البسلة والحلة موجودة وكل الثمن حاجات موجودين، وانا اتخانقت معاك. لا اتخانقت معاك ورحت ماسك البسلة رميها من الشباك. ادي طريقة. كويس. او رحت راميها على الارض ودايس عليها برجلي مفعصة عشان اغيظك. كويس. ادي الاربع انيميا. واحد انيميا النقص، حاجة من اللي مسؤول على عمل الحاجات مش موجود. مش موجود. تمام. زي الحديد اللي الناس بتتكلم عنه. او انيميا فشل نخاع العظم، مش موجود. الحاجة موجودة وانا مش عارف اشتغل. الحالة مش موجودة. او النزف، رميتها من الشباك نزفت. او كسرت، تكسير الخلايا الحمراء. ادي الاربعة انيميا: انيميا النقص، انيميا نقص نخاع العظم، انيميا النزف، وانيميا التكسير اللي عند الاطفال اللي بنتكلم عليه. النزف طبعا نوعين، اما حاد واما مزمن. مش معقول واحد حادثه عربيه نزف لتر دم، زي واحد عنده بواسير بينزل كل يوم 5 سم دم. ادي تقسيمه الانيميا. الدكتور اللي يجيله عين انيميا لازم يحط في مخه الاربعه دول ويبحث عنهم. احنا بندور دلوقتي على سبب الانيميا بالظبط. هل هي انيميا النقص؟ طب ما جايز بيه 12. مش حديد. طب ما جايز حديد، ما جايز فيتامين سي، جايز الغده الدرقيه. عشان اعمل خليه حمراء عايز هذا الهرمون، وعايز بروتين، وعايز ماده طالعه من الكلى. كل الحاجات دي اي حاجه فيها نقص زي بسله مسخه فطلع الهيموجلوبين نقص. هذا هو كل دي مسببات تقسيمه ليه؟ مسببات كتير يعني. مثلا لو خدت نخاع العظم فشله له اسباب عديده كتيره جدا. هنبه الناس ان معظم المضادات الحيويه وادويه الروماتيزم ممكن جدا تعمل لك هبوط في نخاع العظم وانت مش داري. هبوط في نخاع العظم مش شغلش، انت قاعد تاخد في المضادات مع كل واحد يعرف ازاي نخاع العظم ده شغال. صوره الدم. صوره الدم. صوره البدائيه المبدئيه دي. البدائيه جدا. بتدي لك اشاره 10 جنيه دي. بتدي. بتدي طبعا. طبعا تدي. فكل حاجه من اللي قلتها لها اسباب. يعني النقص نتكلم كتاب، نخاع العظم اللي فشل كتاب، التكسير كتاب. طيب نتكلم على العامه يعني. العامه هو الاشياء أشهر. العامه يعني اشهر حاجه. ايوه الحاجات الاشهر. الحديد هو. هنرجع للحديد فعلا. اشهر انواع الانيميا نقص حديد. نقص الحديد. مش في مصر، في العالم. في العالم كله. ليه بقى يا دكتور؟ هقول لحضرتك ليه بقى. هو هسأل انا سؤال سهل كده الاول. احتياجاتك اليوميه من الحديد نص كيلو، كيلو ولا واطيه؟ لا عاليه ولا واطيه الاول نسأل. انا احتياجاتي اليوميه من الحديد عاليه ولا واطيه؟ الاجابه واطيه جدا جدا. تقول لي ليه؟ اقول لك الخليه من الخلايا، مش هقول الوحيده،
من الخلايا القليله اللي لها عمر، اللي لها عمر هي الخلايا الحمراء، كرات الدم الحمراء لها عمر. خلايا المخ ملهاش عمر، من يوم ما اتولدت اليوم ما مت. خلايا العين، خلايا القلب، انما الخلايا الحمراء لها عمر، كانوا 120 يوم مظبوط، بعد 120 يوم تنسى خلاص ويجي غيرها. انا عايز الناس بس تقول سبحان الله، بتنسى بعد 120 يوم. مين اللي قال لجهاز الناس ان ده بس انها 120 يوم؟ مين اللي قال له؟ مين اللي قال للطحال دي 120 يوم كلها وتمشي وسيب الثانيه؟ ده سبحان الله. سبحان الله فعلا يعني. فبعد 120 يوم بتموت الخليه، لها عمر. الخليه دي فيها اربع جزيئات حديد، ما يروحوش عليا، يروحوا نخاع العظم يعملوا له الخليه بدلها. اذا احتياجاتي بالحديد قليل منه فيه على رأيي، بس الاحتياج القليل مش ضروري يبقى مش مهم، ده مهم جدا جدا، هو قليل بس مهم جدا، بس مهم جدا. بس الاول نعرف ان الخليه الحمراء انا باخد حديدها وعامل بيه خليه جديده. اذا احتياجاتي اليوميه من الحديد قليل منه فيه. سعيد صالح كان مره في مسرحيه قال لك استك منه فيه، او ده منه فيه برضه ان الحديد باخده. انا بقى واحد عنده بواسير بينزف 5 سنتي دم في اليوم، ده مش رقم، ده زي حقنه خدت منها عينه. تمام، يقول لي ده نزيف يخش المستشفى، اقول لك لا، بس في المجمل يعمل رقم، لا ده الخمسة سنتي دم دول فيهم شويه قيمته حديد. في الحديد اللي فيهم. انت فقدت حديد ما فقدتش دم. يوم ورا يوم ورا يوم بقى عندك نقص حديد، بقى مش قادر تعمل خلايا حمراء. اذا اشهر سبب عشان الدم بيجي بداله، عشان بقى بيجيب يعني بداله، الحديد اللي بيروح ما بيرجعش، مفيش بدال، والامتصاص وحش، الدم جسمه بيفرزه، والامتصاص وحش، امتصاص الحديد وحش جدا، عشان ما تاخدش من جسمك يعني. لا لما اكل كده. اما اكل حديد، انا هقول السبانخ دلوقتي، اما اخد حديد ما بستفدش منه خالص، تقريبا خالص يعني. وهقول لحضرتك الارقام مذهله. فالخلايا النقص النزف المتكرر زي واحد عنده مثلا بينزف من مناخيره بسيط، دوره شهريه فيها حديد، بدل 4 أيام 5 أيام، شويه الدم اللي نزلوا زياده دول مليانين حديد، مليانين. هتلاقي الست بعد سنه سنتين ثلاثه الهيموجلوبين وقع ومحدش عارف ليه. واحد عنده بواسير ومطنش، ما بحبش اروح لجراحين، بينزف كل شويه، خد تعود على كده بقى، تلاقي الهيموجلوبين وقع بعد سنه. الفلاح المصري، الفلاح المصري عندنا كذا دوده، في دوده بتاكل اكل زي الاسكارس، تخليني اخس، بتاكل اكلي، بتاخد اكلك، كلت حته لحمه هي خدتها، كلت شويه رز غدتها. لكن في دوده بتاكل دم زي الانكليستوما، الانكليستوما بتمسك في الامعاء وتنهش دم. الدوده بتاخد نص سنتي دم في اليوم. طب فلاح عنده 100 دوده يفقد 50 سنتي دم يوميا، هو مش دم، مش نزيف يخليه ضغطه يقع ولا اي حاجه زي حادثه عربيه، لكن مكونات الدم، مكونات الدم تعالج بعد شويه تلاقيه هيموجلوبين وقع من الانكليستوما او دوره شهريه او بواسير. يا الانكليستوما دي لسه موجوده؟ بتختفي بالتالي يعني، ذهبت مع الريح. اذا كان فيروس بيختفي، يعني احنا كمان 5-6 سنين مش هيبقى عندنا امراض متوطنه. طيب